وتنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أماني، بعد التحية، شهد مؤشر الدولار حالة من الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع بعد تصريحات من قبل أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول مستويات التضخم وأيضا سياسة الفيدرالي باستمرار رفع أسعار الفائدة. إلى أي مدى من الممكن أن يستمر الدولار في الارتفاع بعد التراجعات الواضحة التي شهدها الأسبوع الماضي؟ صباح الخير. طبعا الدولار الامريكي التداولات الاسبوعيه مرتفعا نوعا ما مع التراجعات القويه التي سجلها الاسبوع الماضي. علينا الاشاره ان مؤشر الدولار سجل الاسبوع الماضي بالقرب من اقل او اقل مستوياته او اكبر خساره منذ مارس 2020، وبالتالي نحن الان يعني بعد بدايه التداولات الاسبوعيه عاد الدولار ليرتفع من جديده من مستويات ال 106 بالنسبه لمؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات رئيسيه. لان طبعا هناك بعض اعضاء الفيدرالي الامريكي الذي اكد على ان يعني انه من يعني يفضل عدم الاستعجال في تفاؤل الاسواق او ان الاسواق متفائله بشكل مبالغ فيه، حيث ان بيانات التضخم التي صدرت الاسبوع الماضي والتي اكدت على نجاح الفيدرالي الامريكي في السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار اخيرا، وبالتالي بدات الاسواق تسعر احتمالات تخفيف السياسه النقديه من قبل الفيدرالي الامريكي في 2023، وبدات تسعر بالفعل أن الفيدرالي قد يقوم برفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما تسبب فيه الضغوطات القوية على الدولار. ولكن بالرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي من مستويات ال 106 يعني بعد أو في بداية التداولات الأسبوعية، إلا أن استمرار تفاعل الأسواق حيال رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بوتيرة أقل الفترة المقبلة قد يتسبب في استمرار الضغوطات على الدولار الفترة المقبلة، وبالتالي نحن ننتظر البيانات الاقتصادية الهامة أو البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتي تؤكد على نجاح الفيدرالي الأمريكي طبعا في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار. وطبعا سيكون الترقب الأكبر لأهم أو لأي عضو من الفيدرالي الأمريكي في محاولة لتحديد اتجاه السياسة النقدية الفترة المقبلة. نعم، أيضا أماني، اليورو شهد في بداية تعاملات اليوم حالة من التراجعات أمام الدولار بعد تجاوز مستويات التعادل الأسبوع الماضي. يعني إلى أي مدى من المتوقع أن يحافظ اليورو على المستويات الحالية مقابل الدولار في ظل توقعات أيضا باستمرار رفع أسعار الفائدة وحالة من التباطؤ الاقتصادي؟ بالنسبة لليورو أو أغلب العملات الرئيسية تعافت بشكل قوي جدا خلال الأسبوع الماضي مستفيدة من تراجعات الدولار الأمريكي بقوة. عندما نتحدث على اليورو فهو عاد لمستويات التعادل، وأعلى مستويات التعادل من جديد الآن يستقر اليورو عند مستويات 1.03 مقابل الدولار الأمريكي، طبعا مستفيدا من ارتفاعات الدولار أو مستفيدا من تراجعات الدولار الأمريكي. ولكن عندما نتحدث عن الاقتصاد الأوروبي بشكل منفصل، علينا الإشارة أنه حتى وقتنا هذا يفشل البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفيدرالي الأمريكي الذي ينجح أخيرا كما تشير البيانات في السيطرة على التضخم. الآن بالرغم من أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 3 مرات متتالية ومرتين بواقع 75 نقطة أساس، ولكنه حتى الآن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مستقرا بالقرب من أعلى مستوياته منذ نشأة المنطقة، وبالتالي علينا الوضع بعين الاعتبار أن استمرار بيانات التضخم عند هذه او تلك الوتيره قد يتسبب في استمرار او دعم البنك المركزي الاوروبي في الاستمرار في رفع الفائده في الاجتماعات المقبله، حتى لو كان لهذا الامر تداعيات سلبيه على الاقتصاد الاوروبي. ولكن على الجانب الاخر الاقتصاد الاوروبي لا يزال يعاني من ضغوطات قويه تمنع استمرار ارتفاع اليورو، خاصة طبعا مع استمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا واوكرانيا وتداعيات هذا على اقتصاد منطقة اليورو كما تشير البيانات طوال الفترة الماضية. نعم، ايضا الين الياباني اذا ما تحدثنا عنه ما زال يتم تداوله عند مستويات قياسية منخفضة امام الدولار على الرغم من ارتفاعه مقابل الدولار الاسبوع الماضي. اماني، هل من المتوقع ان يكون هناك تغيير لسياسة البنك المركزي الياباني فيما يتعلق باسعار الفائدة؟ بنك اليابان يعني آخر تصريحاته أكد على أنه قد يبدأ في تجديد السياسة النقدية، ولكن
كل تلك التصريحات هي مجرد آراء ومجرد تصريحات لم تطبق على أرض الواقع. الواقع وهو أن البنك الياباني مستمر في السياسة النقدية التوسعية التي تضغط على أداء الين الياباني، وبالأخص مع استمرار الفائدة السلبية في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية في تسريع وتيرة التجديد النقدي في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار. ولكن وجدنا أنه بعد تدخل الحكومة مرتين خلال شهر سبتمبر الماضي بدأ الين الياباني يرتفع نوعا ما او يتعافى مقابل الدولار الامريكي، حيث بدا يعني الارتفاع من مستويات ال 153 ين لكل دولار حتى وصل الان لمستويات ال 138 ين لكل دولار. ولكن هذا ليس لا يعود فقط لتدخلات بنك اليابان والحكومه، ولكنها الين الياباني استفاد كثيرا من تراجعات الدولار الامريكي. وبالتالي لو فعلا بدا الفيدرالي الامريكي في تقليل وتيره رفع الفائده فسيكون هذا داعم رئيسي لنوع ما تعافي الين الياباني، على العكس تماما إذا قام أو أكد الفيدرالي الأمريكي الفترة المقبلة أنه سيسرع وتيرة التجديد النقدي لو جاءت بيانات التضخم غير داعمة لهذا الأمر. وبالتالي وجدنا أنه حتى الآن يعني تحركات الين الياباني لا تزال مرتبطة بعوائد السندات الأمريكية وتحركات الدولار الأمريكي وليس بالسياسة النقدية التي تستمر في السياسة النقدية التوسعية والتي تضغط على أداء الين الياباني. نعم، أيضا أماني الليرة التركية هي الأخرى تبقى تتداول عند مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، مع استمرار أيضا البنك المركزي التركي بتخفيض أسعار الفائدة على الرغم من وصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية في تركيا. يعني على الرغم من أن بنك اليابان يستمر في السياسة النقدية التوسعية، ولكنه لم يتخذ إجراءات يعني توسعية جديدة أو إجراءات تضغط على أداء الين الياباني. على العكس تماما تركيا تعاني من ضغوطات قوية. استمرار بنك المركز التركي ليس فقط في يعني المحافظة على السياسة النقدية الحالية، ولكنه يستمر في سياسة خفض الفائدة والتي تضغط على أداء الليرة التركية. ولكن أيضا الليرة معدل التضخم في تركيا وصل لأعلى مستوياته القياسية، وصل لمستويات 80%، وهذا الأمر يضغط أو يتسبب في نوع ما ذعر للمستثمرين وهروب رؤوس الأموال خارج البلاد، خاصة وأن يعني أغلب الأسواق الناشئة الآن تعاني من ارتفاعات الدولار الأمريكي. فإذا كان بسياسات البنك المركزي التركي بالرغم من ارتفاعات التضخم القوية ولكنه يصر على الاستمرار في سياسة خفض الفائدة والضغط على الليرة التركية أكثر، فمن المرجح أن يستمر تراجعات الليرة التركية حتى لو ابقى او بدا الفيدرالي الامريكي في تخفيف وتيره التجديد النقدي. ولكن السياسه التركيه الحاليه لا تزال تتسبب في هروب رؤوس الاموال خارج البلاد وتتسبب في الضغط على الليره التركيه مع استمرار تراجعات او ارتفاعات التضخم. نعم، محلله اسواق ماليه في إكويتي جروب اماني رشيد، شكرا جزيلا لك.